انطلقت هذا الشوط. فتحت إذن البوابات، انطلقت الجادولة، أفراس المنتجة محليا عمر الثلاث سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة الميل، ومقدار الجائزة 78 ألف ريال. جائزة سعد بن عبد الرحمن بن جيفان يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقة على ما يبدو تبدأ من علي طويق في هذه الأثناء في المركز الأول والمركز الثاني من الداخل. أشاهد نهاش في المركز الثاني والنجم الثاقب في المركز الثالث من الخارج في محاولات للتقدم، كذلك من شبل ميراد في المركز الرابع، والنجم الثاقب الآن في المركز الثاني، فيما علي طويق هو صاحب المركز الأول. نهاش المركز الثالث في منافسة على مسافة الميل قبل اقتراب هذه الجهاد والأفراس علامة 600 متر. مشاهدين الكرام، يتقدم من الخارج النجم الثاقب ومن الداخل علي طويق، وأيضا نهاش ثالثا في محاولات من أول للاقتراب والمنافسة قبل الدخول باتجاه الخط المستقيم واتجاه خط النهاية. علي طويق من الداخل، النجم الثاقب من الخارج. يتقدم الآن النجم الثاقب للمركز الأول الجواد الأزرق ابن أمبرادر سونغ للمركز الأول، يحاول تجاوز بكل قوة مع ال 150 متر الأخيرة. النجم الثاقب مشاهدينا للمركز الأول في طريقه لتحقيق الانتصار العاشر في سجله السباقي. ما شاء الله تبارك الله، النجم الثاقب إذن الانتصار العاشر في سجله السباقي. الحصان الأزرق ذو الخمس سنوات لأبناء